القوات المسلحة المحترم في منصة الاحتفال بعيد الجيش الأغر وتخرج طلاب الكلية العسكرية الأولى مصنع الأبطال احتفاء بعيد الجيش الأغر. إنهم سيرددون: أقسم بالله العظيم على حماية البلاد أرضا وسماء، وأدافع عنها ضد أي اعتداء. رجال صنعتهم الكلية العسكرية ضباطا أصلا. الكلية العسكرية عادة سر. داخل ساحة الاحتفال كراديس الدورة المتخرج 110 في الكلية العسكرية مصنع الأبطال، والدورة اللاحقة 111 للاصطفاف في ساحة الاحتفال إذانا بدء مراسيم حفل تخرجهم البهيج. السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المحترم، معالي وزير الدفاع السيد جمعة عناد المحترم، السادة النواب والوزراء المحترمون، السيد رئيس أركان الجيش المحترم، السادة الضباط والضيوف المحترمين كلا حسب منصبه ومقامه الكريم، عوائل الخريجين الكرام، أبنائي طلاب الدورة 110 دورة العراق الموحد، بهذا اليوم المبارك السادس من كانون الثاني من كل عام يحتفل شعبنا العراقي بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، ألا وهي ذكرى تأسيس جيشنا الباسل، جيش المآثر والبطولات. واليوم تمر علينا الذكرى 101 عام على تأسيسه، وتتزامن هذه الذكرى مع احتفال الكلية العسكرية الأولى مصنع الأبطال بتخرج كوكبة جديدة من طلاب الدورة 110. السيد دولة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة المحترم، ضيوفنا الكرام، إخواني القادة والضباط الحضور، أبنائي الطلبة الخريجين، عوائل الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الذكرى الأولى بعد 100 لتأسيس جيشنا الباسل، نحتفل هذا اليوم بتخرج كوكبة من الضباط الأحداث خريجي الدورة 110 الكلية العسكرية الأولى مصنع الأبطال. هذه الكلية العريقة التي مضى على تأسيسها أكثر من 90 عاماً رفضت الجيش العراقي الباسل بالضباط، والذين قسماً منهم أصبحوا قادة متميزين بارعين شهدت لهم ساحات الوغى طيلة الواجبات الوطنية والعربية، والتي كان للجيش العراقي شرف المشاركة بها. سيداتي سادتي، إنني عندما أشاهد هذه الكوكبة من الضباط الذين تدربوا تدريباً راقياً في هذه الكلية العريقة، والذين سيصبحون بعد تخرجهم آمري فصائل أو ما يعادلها في الجيش، تصيبني الغبطة لسببين: الأول كوننا تمكنا من تخريج هذا العدد الجيد من الضباط، والثاني كوني أعاني من النقص في هذه الرتب وحاجة الماسة إلى خدماتهم. Thank you.
سور الوطن يا مطفي الفتن يا جيشنا نبي يا محير الزمان وهم يحلقون في سماء الاحتفال كما حلقوا في سماء المعارك وأذاقوا العصابات الإرهابية مر الهزيمة والخذلان ودكوا أوكارهم وحلوها هباء المنثورا مرتاحين يا القادتك شجعان وجنودك الكلفين ميلادك مبارك يا جيشنا الباس بيك الأماني دوم والدوم الأفراح هذا التعب والخوف لا ما يظل لو كانت جواهري على قيد الحياة لكتب عن جيش العراق عشرات الأبيات جيش تكالب عليه الأعداء والإرهاب لكنه انتفض وصنع الانتصارات فالجميع يتذكر فزعته العربية حينما صمد هناك وقدم التضحيات فأدوا التحية لقادته ومقاتليه الذين أنجبتهم أمهات طاهرات. سلام ربيعي إعلام وزارة الدفاع. شعارنا نمضي ولن عن دربنا نحيد بعزمنا نبني وطن سلامه نشيد. على سلام الساعد حامل أرض حامل عرض حامل السيادة والخاطر عيون البلد تحلى الشهادة وبستة كانون كحن العيون